المصيبة أيضا أنه أولادنا هم اللي دا يروحون ضحية لهذا السوء بالتخطيط، يعني هم مو ذنبهم الجنود ولا أولاد الحشد اللي دا يروحون ضحية. الخلايا النائمة، تعريف الخلايا النائمة هاي معيبة، هم نقولها خلايا نائمة ليش؟ ليش؟ من 2016، من 2016 كلش كافي لمدة 6 شهور أنا مطهر المناطق من هذه الخلايا النائمة. شلون؟ أنت من لقيت القبض على الإرهابيين وقسم قتلوا هنا يبدي تطهير المناطق على ضوء المعلومات المتوفرة. أنت لا تجمع معلومات ولا أبد جيبة ذنب جيبة كوم جيبة كذا ولنهزم نهزم. زين هاي مو 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 تحقيق ولا كذا، كله تخبط في تخبط. كل جهة عندها تحقيق، كل جهة تلقي القبض بكيفها، كل جهة ما يعني هسه تسمونا. أنا من خلال قناتكم وأشرف أني عراقي وابن العراق وانت بنت العراق وكليتنا نخدمة للعراق بعيوننا. أكيد السيد القائد العام للقوات المسلحة إذا نطى أمر هسه للشرطة الاتحادية مثلا يا بسوي فلان شي بسوي فلان شي، الأمر ضعيف لين يقول لك احنا مرتبطين بوزير داخلي. زين الحشد الشعبي يقول لك خذ نهائيا، يقول لك احنا ما لنا علاقه به نهائيا. الحشد الشعبي مع احترامي لهم وجل احترامي لهم حتى لا يفهموا كلامي غلط، احنا نريد لو جهه وحده مثلا الحشد الشعبي اعيدها، جهه وحده تلزم الموصل، جهه وحده بقائد واحد حتى تلزم قبضه من حديد، مو تخبط امني، دا يصير تخبط امني دا يروح فيه ضحايا، وهاي حتستمر المسلسل، لان هذا المسلسل من يفترض من رفعنا العلم 2016 هو منتهي. ولكن حيستمر بعد وبعد وبعد، واحنا اصبحنا سخريه امام العالم. هذا العراق، هذا العراق مو اي دوله، هذا العراق.